هكاك تعيط. قداش الوقت؟ شنو بروفا جنرال وبروفا جنرال؟ جنرال نتاع شنو؟ يزيني بجنرال يا خويا. شعري باهي ما كانش خنعيط الملك يجي يشوف لي روتوش. مش نستني ما فهمتش. يا اخي ثلاث ايام هكا الدنيا ما عجبكش انت؟ استنى وقتاش بالله يا وينو شو اسمه له؟ يا وقتاش نبداو؟ اطلع قدم انت يمين اش قاعد تعمل؟ هو الفايده فين نبداو؟ ما تنظموش راهو انسى. شنو ما تنظموش؟ نظام خطيب. يا المقتي يا المقتي. ليه خاطر والله وليت على عصابي. ليه والله امين. استنى واش مازال؟ قوم شوف شنو هي الهدره. و يا اخي باش نقعدوا هكا قاعدين مصدرين حتى من الجمهور بي العرس. عرس بنت اختي. قوم شوف شنو هي الحكايه. شو عمل عليه؟ تعمل عليه في البرنامج زيد نكمل نقدم. يا علاش ليه؟ طيب بداوا ليه يبداوا يا رحم والديكم خل. تشوفوني كل نهار اربع مع التسعة غير بوم تعليل على قناة التسعة في تو بتبيع مانيش نكون وحدي في تو نوف باش يكونوا معايا لي كرونيكور اليوم ماهيش تورو مرحبا الطاهر الفيزا مرحبا بيك أما نسيت ما قدمتش أهم حاجة في البرنامج اللي هو أقوى جمهور. بابا ونسيت حاجة أخرى جديدة دي جي لوما. دي جي لوما برشا موزيكا بنينة مع دي جي لوما وبرشا جو وبرشا حكايات وباش نحكيو على لي ميديا الكل في الميسيون بتاعنا اللي هي تو هيا بابا والله يا بجد صدقوني رانيا نعرفها ولكن من بعيد كي دخلت ما قلتهاش بجد تبدلت كومبليتمون كنت تشوفني من غير مكياج وليت بالمكياج لا كنت نشوفك في الطقوس نتاع الولايات نتاع البلاد الكل نهار كامل وانت بيجا 24 جندوبة 13 لا يا المقص هذه حقيقتها انا تو مصدوم كيفاش اللي يجي يحطه مقدم اي هي تو كان ثمانية في 36 عقدة و12 عقدة في خالد كيف والرياح وأهت أمطار تتهاطر هاي كمل مقدمة صحيح وانا نعرف تاريخها هو الجمهور يعرفني انا ما عندي حد شيء شنو عندي تاريخها منين بديت كيفاش توا وليت واتيني في تير مانيتو كسن محبوبة عند الشعب الكل شعب تونسي صاحب جو فهمني الناس كنت فرجوا لها ضحكتها المزيانة وروحها الخفيفة دخلت لقلوب التوانسة الكل وحليلتها جدا شافرين والله عندك الحق أما زعمة كيفاش بدت حكايتها؟ رانيا التومي كانت فيجورانت في مجموعة من البرامج التونسية تاني حاجة سي مقداد شفناها في برنامج شريك العمر مع جعفر القاسمي في الروندا تحية للروندا وبعد دخلت العالم الموضة والمنكينة جماله يا جماله
وتميزت في التمثيل وأديت برشا أدوار وشفناها في مسلسل نعورة لهوة ومكتوب وغيرهم. شتم؟ محمد عمل مشكلة سيوسف. عليه؟ ما جدولوش الكونترات نتاعو. أنا من الجزائر ونحبها برشا برشا. وبعد تميزت في تجربة النشرة الجوية وقدمت أحوال الطقس برشا هبال وذمار. ندخل نقرا ما زلت الدنيا سخونه وتوقعت باش تقوموا تتسحروا بسيتو بس خانا نقول حيتو من الشمس بدني شويتو. نعم يا اختي. محلك ابقى كيك. اما شنو عندها اخر زعمه يا بنتي؟ عندها سي في هذيك يفتك. رانيا تومي كانت تقدم زادة في دي سبوت بيبليسيتير تابعين لوزارة السياحة وتعرف بالمناطق المزيانة في تونس. يا عيني على بلادي يا تبارك الله على سيد علي في الشاشية وليش تسفسيري على للا البيا. اللهم صل على النبي. ربي قوي يساعدك وربي فضلك. فما برشا رانيات في العالم أما رانيا تومي ما كيفها حد. يا وليك يا وليك سابو بل يتحفونا ديما أقعد معانا وما تغيبش علينا. اما نساو اللي صدق كيف سكنت اول ما بديت صدق مش وليت نساو اللي هي دخلت لداري ديكو وعاودت وجهها وعاودت بدنها الكل. مقبوله منك عاودت بدني وعاودت وجهي وعاودت كل شيء عاودته الحمد لله. اما دور الدور هذا كان سين مغير جالو. استنى ما حكيت نعرف دقيقه جيت هنا على خاطرك انت شفت اما اسمع فوالا انت شو وليت نتاع الطقس يحب الرقص. شكونوا مع رانيا يا جماعه؟ خليك عليك معك هكا تو. انا نحب نعرف من لقيتهم الفيديو يقوى عليك. عملت ريسيرش خاطر عندي انترنت في الدار وعملت لك مونتاج باهي. اما فرحان ياسر وكنا فرحانين بعدك حتى انا فرحانه برشا فخوره برشا بالمسيره نتاعي. دونك ملي بديت فيغوراسيون عملت فيغوراسيون في عندي ما نقول لك في كاكتوس في البلاتو هذايا بعد 10 سنين انا اليوم لانيماتريس وامي سليم مسيو هو كرونيكور عندي. يا رانيا قلت لي انا تعدى هو امي في الفوبيجو في مسجد البحر يزي يا مدام يهديك. هو تبارك الله عليه امير طيارة في اللي خشيت سانسيغمون. انا عندي ثقه في سورتو في ماريولو اللي جانا به اليوم والبغاش والتريجه والدنيا. ليه وقاعده نشوف صدقني هذيك تقعويره هكا وزوز كراعاتي ولي تبديل. ما فهمتش معناها حاجه. انا زيدة فرحانه بالليكيب نتاعي بالكدا. في تونس باش نحكيو على برشا طرائف برشا زلعات وبرشا تصريحات باش نحكيو عليهم توت سويت في زابينغ. وندز السلام واحلى سلام للكتاب ورجال تونس بالجمله. لا ما تنجمش تقولها. لا نقولها لك. يجرب تقولها. بجدك؟ صح. باش يشوفوا الشكل ومن بعد يدخلوا للمضمون. ايوا بعد. أيوة. أريد رأيك شخصيا متى تعتقد أن القائد العربي عليه أن يعتزل بالفعل السياسة؟ أنا قادر أن أعمل نفس الشيء. متى؟ هذه قضية أخرى عند الله تلتقي الخصوص. كي تعمل حربوشة زي شو تحس؟ ما فهمتش سؤالك ولكن هو باش نواصل. نعاودك السؤال؟ لا ما فهمتش سؤالك. سيد وزير كي قال راهو نجم الحظ يزن نحضروا روحنا الحالات هذوما. الحالات هذوما هي شوفي يا الاولاد ورايا. لا علينا تفضل. نلقى له حل اكيد. انا نحب الشعب هذا ونحب البلاد هذه ونحب الناس الطيبه هذه وما فما حتى حد باش يشكك في وطنيه اي فرد منا في تونس. البلدي كان نجم نقولها باللغه الفرنسيه هي بتاع نقولوا لا باشفول ولا اسمها معناتها العلم والبقر سي لو كريس فيل جاكوب. المراه دي والله لا هي خايف
الكرسي مولا بابا كرسي غادي نحاهو كرسي مغلاب هو اللي فهمت واني سمعت انه السيد رفيق بوشناق ما كانش بوشناق رفيق عبد السلام انت كنت حتراب ولا الحلقه الجايه من برنامج بالصميم قربنا رئاسه الحكومه ولكن مش من رئيس الحكومه قربنا جوه رفيق ارفع المستوى شويه ارفع المستوى شويه سي محمد خلي سي محمد يصيح اكثر منك راهو وحش الشيش وحش الشيش هذا اسمع كان ظهرني ظهرني اسمع هو عنوان عنوان مقصود ماهوش صدفة انا ما نعملش عنوان صدفة وحش الشيش مش عادي بيض زردي من غير مكياج لا بجاربي لا تقدر عمل السقوط سقوط طبعا مقنع جدا جدا وكان قرار حكم حساب ركله الجزاء طبعا عصاب ركله الجزاء غير صحيحه بالمره جونا الليله وفرقها صباح كيف ما كنا نشوفوا كيف ما كنا نشوفوا يا جماعه في زابينج زابينج فما حاجه انا لفتت لي انتباهي اللي هي باش نعلقوا عليها الكل مع بعضنا باش تعطيوني رايكم اللي هي تصريح رئيس الدوله البيجي قائد السبسي وقت اللي قال باش نعمل كيما عملت انجيلا ميركل وقادر على الاعتزال انا قادر على الاعتزال باش نعمل كيما عملت انجيلا ميركل شنو رايكم يا جماعه والله انا يظهر لي الرئيس يتكلم بعفويه كبيره برشا وهي حسرته بالسؤال هو بلوتو حسرته بالسؤال دونك كلي دخل بعضه شويه دونك جاوب جواب عفوي وانطلق معناتها كمل سير فوالا المسيره هذه تتسمى في الكلام دونك سي طاهر شنو رايك هيك قالت لك المسيره يا بنتي تبع وكو شو نقول لك انا بون دخل بعضه كوميم سيتي با تالمون سا انجيلا عاد اش بيك اما احنا نحكيو على رئيس دوله نورمالمون ما يدخلش بعضه المشكل هو بنادم كي يدخل بعضه ما يعرفش كيفاش يخرج من بعضه وي هو كي مازال قادر هذيك الفائده هذا مو قادره الحمد لله وشكر ليك ستار باش نرجع لك باش نسالك اسكو عندنا بالحق مشكله في كوميونيكاسيون احنا في تونس لا عندنا مشكل كبير نتاع كوميونيكاسيون سي ايفيدونس تو تافي نورمال من قبل اما فضل الثوره المباركه ما عادش عندنا تو لا ما شاء الله ان شاء الله كل شيء ولينا نجمو نحكيو سي تولينا نقولوا كل شيء لا بالعكس سي طاهر تو الثوره المباركه هي اللي خرجت العوار نتاع الكوميونيكاسيون اللي هي حتى ترف ومع تقديري الكبير معناتها رئيس الجمهوريه السيد الباجي قائد السبسي اللي هو كلمته في حنكو وان بيرسوناج معناتها فهمتني ضامر برشا فهمتني فهالايامات الاخرانيه بدا يخرج شويه بدا يخرج وقالك انا قادر على الاعتزال احنا غير بركه هو فريمون ينجم يعتزل في امه عربيه رؤسائها الكلهم خرجوا من غير اعتزال سي مقديد سي مقديد اختارنا توا من السياسه خلينا نشوفوا ساعه خاوله نقول لها مرحبا بك مره اخرى محلى زينه مش هكا ايه مزينه ولا ليه شوكولا كل جمعه خاوله مادي باش تحكي لنا على اخبار المشاهير التوانسه والفنانين خولة خولة بس سنة ساعة يا جماعة نحب نعرف طلعتوا شكون شبه وإلا لا مرة جاية نعملوا له كاستينج علاش لا يقعد بحذا خاولة شبه الريانة نجيبوها للتلفزة برا دونك توت سويت واتساب مع خاولة 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 اكيد لا يميت العبيد الكل تحكي على جي سي سي هو ليفينمون اللي لا يميت العبيد الكل تحكي عليه وكي نقولوا جي سي سي نقولوا روب
كيفاش تحكينا على الروب؟ نقولوا مود، نقولوا الروب، نقولوا مكياج، نقولوا شعورات، نقولوا عباد طايحه في التابي روج ولا عباد واقفه، نقولوا برشا عباد مع بعضهم والا حاجه منظمه، نقولوا اورغانيزاسيون، نقولوا افيش، نقولوا برشا حاجات كي يجي المخاخنا ايفينمون كبير كيما جي سي سي اللي هو ايام قرطاج السينمائيه اللي يتعرضوا فيه برشا افلام واللي هو كونكور كبير. خاوله قبل ما حكيوا على غوب وقبل ما حكيوا على تابي روج حكيوا على فيش قبل نتاع جي سي سي. على فيش وي اهم حاجه اللي هو شوفوا مع بعضنا لافيش هذا لافيش. شو رايكم يا جماعه في لافيش؟ اللي هي هذه لافيش. لافيش يا لله يرجع علمنا وخبرنا لافيش فن كبير وفيه اختصاص عنده ماليه وعنده فنونه وي. فما الناس تقرا الحكايه هذيا دي ديزاينر يعملوا حاجات هذوما فهمتني؟ ما تعرفيش كيف هناك بالضبط؟ افيش متاع بلاد معناها اتبكبك في اخر انقار معناتها بجد حاجه تسخف تقول واحد باش يلف فيها كسكرو التن معناتها مانيش فاهم. كلام صحيح سي مقديد على خاطر الافيش هذايا ما خذها فوتوغراف من قبل وي متاع بعد خذوا نفس التصويره هي بيدها من عام ناول خذوا نفس التصوير آه. التصويرة هي وبيدها وعملوا عليها كالكيفي معناتها بدلوها ديجا كانت فيها شغلو فوتوشوب و فوالا ولا يوسف شاهين كان فيها شغلو ولا يوسف شاهين هذيا لافيش تقوش عليها واحد بالبورتابل نتاعو صورها في اللي في نهار شتاء زاد خاطر لافيش هذه على ايفينمون معناها تبع السينما تبع لا فوتوغرافي معناها في وسط الحكايه بيدها تجي تحكي على السينما وقاوق للسينما من بعد التصويره تجي ليه وحتى العباد كي تراهم في الافيش تحسهم عباد ماشيين معناها الاكران وراهم تاع الفيلم بروجيكسيون عباره فيلم بروجيكتي هما ماشيين معناها حتى الافيش ما عندهاش معنى حتى تحب تشوف معنى خاطر العباد كي تعمل افيش ديزيكيليبر معناتها ملي كنت ايام قرطاج السينمائيه سيدي طاهر في الكوليزي ودرا شنو معناتها مشينا لمدينه الثقافه بين توما مع تايفن مو شيء كبير سي حاجة حاب يعمل أوماج ليوسف شاهين في باب الحديد هذه اللي أما اسمها بدائية برشا احنا عنا كل كاملة نتاع بوزار هذه تقولش عليها تعاملت في روضة عصافير الجنة معنا نصبروها الأمور نتاع باسر قالك نوما بالحق في الفلافيش في فيستيفال الحقيقة انت كان جد ديزاينر شنو تتخيل تحط فيها لافيش؟ نحط فيها لي زاكتور لخدم معناتها نعمل اوماج لي زاكتور فرونسي جو سي با بون فوالا نحكي بالعربي راه نحكي كمان فوالا فوالا دونك تحكي على راحتها بالطفلة ما حبش يسيبني سي مقديد راه سي با نورمال لا ما يسالش لازمنا نتفاهموا راه مازلنا بدينا سي لا بروميير فوا تتفاهموا تتفاهموا انا نمشي الحنين نمشي الحنين تقول لي ساعه رايها على فيش وكان جيت ديزاينر انت ديجا ديزاينر شنو تتوقع تحط؟ ما تشهيكش باش تشوف شو فما في وسطها معناتها تشوفها تتعدى شنو تكون لافيش حسب رايك؟ شنو يكونوا التصاور اللي فيها؟ حقهم يحطوا الممثلات اللي ينورونا في مصر ومعناتها عبيد اللي نوروا تونس عندنا بوكو داكتور وداكتريس سامحوني شويه خاطر عندي فكره شويه على حكايه لافيش وفما كلكو زافيش انا عملتهم بحكم اطلاعي لبرا كي مشيت لبرا على حاجات ما يحطوش ما عادش يحطوا تصاور تو في لي زافيش نتاع ايفينمون كولتوريل سينمائي دولي كيف هذا يا اخي توا زعما الفرنسيس جحوشة كي يعملوا لك تي جي في يعمل لك شلطه هكا بركا في كندا كيفاش مقديد ثم حاجات فما فن في كندا كندا كيفاش في كندا كيف كيف فما تاتش لك المسه فهمتني البنينه فما ناس باش يعمل لك ديزاين معناتها ديزاين تاع كهرباء يدخل ياخو قلم ياخو مليار في الدقيقه يعمل هكا يقول لهم هذه الكهرباء جديده معناتها فما فن كبير ياسر مازلنا متاخرين مع كل الاسف خلينا تو نرجعوا مع خوله علي غاب شو عندك باش نحكي وموت دونك باش نعدي وتصور نتاع مريم بن حسين رايكم يا جماعه انت شنو اختيار موفق بالنسبه لي انا يوتيها الغوش اللون بشرة نتاعها فاتح دونك حتى لي زاكسيسوار اللي حطتهم ما كثرتش وشعرها كان ومكياجها كانت كلها محليها الحقيقه عجبتني سي طاهر شنو قالك فيها مريم بن حسين؟ بون لكل الروج سي فري اللي اتيرونت لي بيجو زاد حلوين واحد اما ظهرت لي جو سي با ما نفهمش برشا في الموضه ظهرت لي كاني سمنتها ولا حاجه كيف هكا عجبك الغوش سي طاهره؟ عجبك الغوش سي طاهره؟ اي بيان سور كيف كنتي؟ هذاك علاش علاجت بالغوج حتى لا لا انا نحب الروج على خاطر كنتي تخسي يا بابا نورمال محلاها الروبه معناها ما حاطينها جيمي سي سامبا نتعداو لي بعد خاطر
مازال متاكد فما دي بير لذا كل عادي تو محلاها ما عندنا ما نناقشوا فيها. خاله تاوش عندنا سهير بن عمار لا عبير البناني. عبير البناني. عبير البناني ظهر اخريت في الجلبانه بجد عرفتك المراه كي غير طيبه الفطور وبعد جايه معناها علي محليه علي محليه سي مقديد نعم لبسه مضخمه على الاخر قفطان على وقت جنوبي ساعه مازلنا نصوروا ما هو خاطر هذيك المشكله فما ديجا باش نحكيو في الموضوع هذا مع خوله على الفوتوغراف سورتو لي بريز اللي ياخذوا فيهم اما اللي تي ترو بيل محليه لا قفازه ما نعرفش كان لحتوها اه فريمون هذه قتل مسكتو فما شكون يصور فيها من غادي ما يصور في شنو بالتليفون يصور فيها من جديد يضرب يصور فيها انا وراها من غادي الفان اه الفان كان قاعد تشوف سي مقديد قاعدين يصوروا بالتليفونات تصور اللي خرجوا يمكن اشب تصور هما تصور اللي ماخذينهم هما بالتليفونات معناتها اللي شكون هذا شكون معاهم صوروا بالتليفون طلعوا تصور خير برشا ما تصور اللي ماخذينهم لي فوتوغراف نتاع جي سي سي خاوله شنو عندك يا اخي بن عمار هذا جي سي سي اللي نحبوا فيه هذا على سي تونس وصالح اه جي سي سي انا عامل سي صلاح ملا فيلم حتى هي عندها فيلم توب يا سي امير يا سي امير تسمحوني تعرف الشاعر ايش قال على التصوير هذيا لا اسمعوني بالقدا قال ويلاه حين اقبلت وحين ادبرت وقع السهام ونزعهن اليم ايوه اللي بعدها تشوفوا سلمى محزوبي سلمى محزوبي كيما عمناه وكيما سناه وانت كيما تعرف اللي صارت لها مشكله قبل صارت لها مشكله قبل خاطر خذت غوب ما توتيش بدنها دونك بينتها سمينه وبينتها قصيره اون فيت خذت سناه غوب بينتها اكبر برشا من عمرها ما تحسهاش سلمى محزوبي عمرها ما نعرفش انا نعرفها في الفانتين معناتها نعرفها 24 23 فوالا ما تبانش اون فيت ونحب ماذا بيا كان نخرج شويه على النوسيون تاع لوطيه في اللي تابيغو ماذا بيا بالحق ماذا بيا كان واحد يجي يعمل غشاش ويشوف في البرا شنو قاعد يقول تاع الحلو واللوطيه فمها اي فما تحس 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 روحك فيه يلا تو نتعديو الرشا بن معاويه الرشا بن معاويه نشوفوا الغاب نتاعها هاو شكوني سامحني هذه رشا بن معاويه نعمل اكستونسيون في روبتها وقت شفتها من تالي عجبتني قلت من بعد يا اخي انت ما تشوف كم انتالي مش هي شوفوا ما بعد ليش بدنها سمنتها هذيك هي المشكله الوحيد سينا كانت تنجم تعمل مخي مش تنجم تعمل مخي مثال صراو احنا في الايميسيون هذه سبونتاني نحكي ونفاد لكم معناتها ما ناش يسرك نتاع اللي هذه في التلفزه من عكس قاعدين نعملوا في جو جروب فاميليا مع بعضنا بالعكس. مش الروبه سمنتها هي سمنت راي راشا هزت صحتها بالحق معناها بريود انا تقعد ديما محليها محليها هي بالحق عسل الدنيا اما مش الروبه سمنتها نجم يكون عندها خلينا نتعدل خلينا نتعدل التصويره اللي من بعدها نجمة زهير تصويرها دارت برشا في فيسبوك محليه انا عجبتني حسيتها سبونتاني تضحك خاطر تعرف شنو المشكله اللي فوتوغراف يا مقديد ويا ماهي ياخذوا ساعات دي بريز خايبين اما هي سبونتاني معناها التصويره هي ديجا ديما تضحك في الدنيا احلى تصويره اللي ظهرتني احلى واحده يلا راني هذه تفكرني فك الاغنيه نتاع عصفور طل من الشباك وقال لي يا لولو وقال لي يا مقمق مريض وقتها بالحق ما بداوش ميشوم على العباد هذه التصويره اللي هبطت التصويره بالروبه من غير معناتها الجريماس هذا ومن حقها تفدلك ومن حقها تضحك ومن حقها تخرج لسانها وتحب تفدلك تخد في التصويره واحنا من تونس هذاك باش زعام تصور كل ننساهم نتلاقوا في التصويره هذه عملت لسانها هكا وبداوا شو الورل شو درشنيه شو راسها لا محلاها فدلك بالعكس سمباتيك دو بونيمور جيت عامل جو مع اصحابك هي طبيعتها ديجا سبونتاني خلينا نتعدي وشوفوا التصويره اللي من بعدها اللي هي جوليا شاويشي اش قالك فيها لوم؟ نو جي با ايمي لا روب با دو تو ان فيت La coupe mouche moitiéta. Hey déjà cette actrice avec tout le respect que je dois pour elle. Bah elle ne me tabache pas chez les actrices tunisiennes. Mais cette actrice, elle a réellement un problème avec le fashion. كل ابارسيون كانت لازم ما تو كونفيرمي اللي قاعده تقول فيه ماهوش موافق ديما ماهوش موافق بكل و اون فيت المشكله ابار اللي ما وتتهاش الروبا الموديل نتاع الروبا ديجا انتيكا شويه معناتها شفناه عمناه ما شفناش عمناه شفناه ثلاثة أربعة سنين التالي في جي سي وشفناه احنا نلبسوا فيه معناتها تتخيل عامله ان ستيل هكاك معناها تلبس ديما حاجات تبدو كلاسيك اما مش الفينتيج الفينتيج لازم يكون قديم احنا تونف علاش ما نقترحوش عليهم على الاداره الكريمه نتاع ايام قرطاج السينمائيه ويعملوا بري الاحسن معناتها روبا
دارت برشا على لي ريزو سوسيو برشا بيد علقت بالبي وبالخايف مشكول شاب هو زيد احمد الفيشاوي كيفاش عمل في مهرجان الجونه سي بو لامور سي بو لامور وي انا عجبتني ماهيش قولك في الحب اي هو لو كان معناتها الفازه اللي عملها محمد علي النهدي اللي هو صاحبي ونبعدوا على اللغه الخشبيه لو كان عملها سبونتانيما انا ما راهيش سبونتاني صراحة معناتها نقول لك الحقيقة كاميرات صحيح توا كاميرا وجي سي سي ومعروف معناتها العباد الكل تغزر والعباد الكل تتفرج والعباد وجيت سبونتاني يزيني عايشك بلا هدرة بصوت عديو توا بصوت عديو لا غران منين وردين الفخامة والريشة لا كلاس باغ اكسيلونس سامحني في الكلمه رانيا منين نور الدين ما الحق كما قالت ما عندك ما تعلق تلبسي حتى بلا قرط تسكت سي منين نور الدين مساب الدخله ذي نتاع السيده نتاع السيده منين نور الدين مساب الدخله ذي تمنيتها انا مجلس النواب معناتها لما فيها المراه هذه من وقار واحترام وقدر مساب تدخل هي تحكي على حال الفنانين تحيه كبيره لها خوله نرجع لك عطيني رايك منين الردين ما نجم حتى حد يتكلم عليها اون بلوس عملت ايفور والايفور اللي لبسته اللي هي جابت برودوي تونسي مراه تونسيه زمنيه انا نحبها كنا نحبوها ومن منين الردين نمشوا لنجله التونسيه الضرب نجله التونسيه جاوك عاد عندها فيلم ترى لابسه هي لا ما عنديش باش ما نعرفش كي لاحظت هكا شاده جول هي مريتش الشبكه ستار شكون يماركي حنين شو رايك؟ هو في الاخر كل واحد يلبس اللي يحب واللي يعجبه من غير ما نقطعوا دراعي دبلوماسيه صاحبتي كل واحد معناتها حقه يعمل ايفور هو وبدنه شنو هي؟ فضلك مش قطعتي ليه شنو يخرج عليه؟ يخرج عليه امير نسيت نمشي لامير بعد نرجع لك ماهي والله جو سوي غالون تفضل ما شاء الله عليك ليه هما كلمتين يلا برجع هكا غالون كان مع ماهي فدلك عليك سينار نوبة بالرسمية بابل ماشي عادة تو زيني عايزك بالحق هو الناس الأولى قالت البس كول على كيفك والبس على كيف الناس صراحة والعبيد يقول لك معنيها عدوك قابلوا وانت جيعان وما تقابلوش وانت عرية ذي حقيقة معنيه والناس لازمها تتعب بالحكاية شنو قابلوا انت وهو شنو هذاك المثل وانت جيعان ما طلع عليك حد الاخر يقول لك خنفس دم في بيت ما تعشي شكون طلع عليك شكليت وش ما كليتش اما كي تلبس هذيك هي كي تلبس همه وعمه وعبد يحترمك يزيني عايشك ماك الشاي اللي نراه فيه والخوار فهمنا شويه عملنا ديكودير ستار خلينا نسكروا باخر تصويره الطقس في شمال تونس يكون قوي برشا رياح عابرة من الشمال للجنوب الجنوب ما عندناش عليه معلومات كبيرة لكن رياح عنا على الشمال 36 عقدة على اليمين 48 عقدة على اليسار 46 زريقة في الشمال ها النشرة الجوية
بالله الجي سي سي عام الجاي قايدوني اول واحد. انا عام الجاي في الجي سي سي باش ندخل بروبا حتى. يا اخي رانيا رانيا حتى ستوش مغطيه به الفونت اللي ضاربه غادي. يا بنيتي باش تمشي هذاك باش تبدل الخطوه. هاي خاطر سينو سي بون نزلق عليك. اي 10 سنتي ما يسالش غطي تشيشه يا غلبه عمري. بالمناسبه نحب نشكر خوله بالرمضان فيلفيت كوتور اللي لابستني لا روب نتاع جي سي سي واللي ملبستني زاد اليوم ونقول لها مانيفي. قولها ميرسي بوكو. باش تعدي بالمناسبه انا سمعت اخبار ونحبك انت تاكده لي. بالمناسبه هذيا يظهر لي لا روب نتاعك خذيت احسن روبا المرتبه الثانيه. لا دوزيام لي زانترنت قالوا هكا. سابلودي. يلا توا باش نتعدي وفما فيتيغ تعدى في الوطنيه سالوا بعض الفنانين قالوا لهم شكون طاهر الشريعه. خلينا نشوفوا الساعه الفيتيغ ومن بعد نحكي. نحبك تقولي هذا شكون. شنو هذه كاميرا كجيب؟ لا لا ولا لا 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 راني جاي ان بروبليم اللي ما نشدش لا سيميرا. باهي ما نذكرك بالاسم كي نقول لك طاهر شريعه. الفنان القدير. وشنو علاقته بالسينما؟ برشا حب وتقدير واحترام للفنانين. لا لا عنده علاقه اخرى اكبر. الخدمه يعني؟ تزيني عاده توا بربي باش نركز لك انا. ما عرفتش الحق سامحني جو ميكسكوز. نعاونك كي نقول لك سي طاهر شريعة. سي طاهر شريعة اللي ما قربت ليش سامحني. نزيد نعاونك نقول لك اللي هو من مؤسسي ايام قرطاج السينمائي. اوكي اوكي اوكي. عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. عايشك. باش نوريك تصويره تقول لي شكون. كي نقول لك سي طاهر شريعة. اوكي ما نعرفوش. كي نقول لك اللي هو مؤسس ايام قرطاج السينمائي. في بالي الا البريزيدون نتاع سولي هذه معناها سي نجيب. اما في باليش اللي هو. اوكي. اللي هو المؤسس نتاع الجي سي. دونك هو نورمالمون ساعة قبل ما واحد يمشي ليفينمون يعمل اون بتيت ريشيرش وما يشوف علاش مشى غاديكا. انا ريشيرش يا بنتي. أو موا حتى اللي ما يعرفش. فاش قام ريشيرش قالت عمتي يا سواد عيشي لساني ما يهنينيش. بجد صدقني سي طاهر شو نصف فنانين راه هذا ماهوش مواطن مادام متعدي والا عطار الحومه مع احترامي لكل المهن معناتها هذوما فنانين ما يعرفوش طاهر شريعه. طاهر شريعة اللي هو من مؤسسي ايام قرطاج السينمائيه. هو المؤسس ايام قرطاج. هو المؤسس الاول. مقديد هو اون بلوس فما برشا عبيد قارين سينما وعبيد ولاد السينما معناها ولاد دومين نورمالمون راهم يعرفوا. ريت معناها هذه راهي حقيقه اتونسيون. وي ستار ستار عندك ما تقول. فايده في الروبا في المكياج. هي مش نورمال جمله الحكايه. خاطر هو ليزي مؤسس ايام قرطاج السينمائيه وقت شادي القليبي كان وزير الثقافه وقت بورقيبه عمل الاقتراح هذا وتقبل وكان في الاول يجي كل عامين ومن بعد ولا كل عام وطاهر شريعه كذلك هو من مؤسسي لسيني كلوب بكامل تراب الجمهوريه من الثقافه نوادي السينما وانا حصل لي شرف اني سهرت معاه ليله كامله راسي راسو. اي سي طاهر انت دار فيك تعرفه مليح مليح مليح. راسي راسو ليله كامله وحكى لي قصه حياته اللي هي غريبه برشا. هو من صياده وكان يحب طفله في البلاد وغاب حسيله في تونس رجع يلقاها خطبها واحد ويعني الجمعه نتاع عرسها. في وهي متصدره على الحنه اختفها تفهم هو اياها. ايوه اختفها. الله 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 مع بعضهم في كريته نتاعت بنت. كمل
كمل لي حلوه 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 الحب نحبوين و... وعندهم شكون نظمنهم الامور نتاعهم يستنى فيهم في المطار عطاهم تذكره الطياره وهربوا لباريس في الوقت هذاك هو الاثنين مازالوا معناتها سي بار اكسيدون اللي هو السيد مؤسس ايام عمل فيلم هذا في حياته مازال وانت لسه شفت حاجه ايوه السيد هذا ايوه هو ما هو المهرجان هذايا عربي افريقي فكان يمشي برشا لافريقيا السوداء وغادي نهار من نهارات في قريه هكا في دون لا جانجل في الغابه ثم قبيلة صغيرة غادي أي؟ يشوف في طفلة مزيانة برشا كيف زميلة هذية كيف زميلة فانا بلاد في أفريقيا في الكونغو في الكونغو في الكونغو كما خاولة عجبته قال لها نحب ناخذك قلت له أنا راني معرسة وعندي زوز صغار هاي قال لها كيفاش فين وراجلك قلت له راهو في باريس وراهو ساعة ساعة يبعثنا طرف فلوس قال لها كيفاش نعلم وانا تاني نحبك وعشقتك وكل شيء قالت له لا ثم طريقة تولي انت ماري بابا يعني انت الاولاد نتاعي تتقبى بهم تولي تصرف عليهم في المدة اللي انت اما يلزمني الموافقة نتاع راجلي في باريس قادهمش اوبن ما احلاهم بعثوا له هذا في السبعينات بعثوا له ووافق وقت اللي جا باش قالت اي تو نعرسوا قالت ولات خايلك هكا بالساهل يلزم الساعه تجي للقبيله الكل تاخذ موافقه وتجي تخطبني من امي و... ويحضر شو اسمه رئيس القبيله والسورسيي دو فيلاج وتجيب شكاره روز ب 100 كيلو وتجيب عاصي باش نعملوا به العشاء نتاع العرس نتاعنا المهر نتاعها وتمت الزواجه يعني من بعد يطلع لباريس يتعرف على واحدة ايتوديونت ويزيد ياخذها في باريس كازانوفا هذا ومن بعد يمشي لبلجيكا ياخذ واحدة قداش من المرأة سيدي خويا الشرع حاصلوا ما غضب حتى بلاد هذاك على اساس الشريعة طبق الشريعة ما غضب حد دونك ما الحكاية المزينة هذايا قلت له يا اخي كيفاش ما تخافش على روحك ما عندناش احنا تعدد زوجات في تونس قال لي انا ماهيش في تونس تعدد زوجات كل وحيدة في بلاد والنساء نتاعي نعرفهم يحبوني ما يشكيوش بيا واذا حبوك ارتاح لا تعصب ولا تتعب من الحكايه الحلوه من الحكايه الحلوه هذيا نمشيو نطلع الاخبار توتويت يا جماعه انا باش نختبركم باش نشوف الثقافه العامه نتاعكم دونك كل واحد فيكم باش نشوفوا اسكو اجور يتبع في اخبار البلاد والا لا مش حتى البلاد هكاو يا امير اكيد دونك نستويو روحنا خليونا نبداو بالانديس بالانديس باش نعطيكم ساعه الاخبار الاول نعطيكم الانديس الاولاني اللي هو كهرباء عندكم شي فكره شنو هو الاخبار اللي هكا قريب شويه للكهرباء متعلق بكهرباء سوم الكهرباء غلاو هذا ايه يمكن لا لي زاكسيدون في تونس كثروا نو والله انا رانيا بصراحه احسن خبر فرحني في تونس على الكهرباء هو انه فما تونسي صناع كهرباء حب تصفيقه كبيره عليه تصفيقه كبيره به انا باش نعطيكم لانديس الثاني بوتيتر طلعوا ابوبخي دونك ابار الكهرباء عندنا بلديه الكهرباء والبلديه ما يذكركم في حتى خبر شنغيل سابو لا حنيلا شنغيل لا لا انا حسب ما نذكر فما قصه نتاع فما رئيس بلديه وقت نذكر خذا كهرباء بفلوس مشروع حاجه كيما هكا قال هذه كهرباء متواضعه ما توديش رئيس بلديه رئيس بلديه تفاقس هذاك رئيس بلديه تفاقس رئيس ماهوش هذا الاخبار قربت شويه مرته به نزيد فما امراه فما امراه فما لانديس الثالث مرأة مرأة كهرباء بلدية ومرأة مرأة تسوق في كهرباء بلدية ومرأة مرأة رئيس بلدية سعاد عبد الرحيم بلدية رئيس شكون بلدية ومرأة نزيد نقرب لكم شوية كهرباء بلدية مرأة ومتلوي شنو هو الخبر اللي صار الجمعة هذية يتعلق بكهرباء بلدية ومرأة ومتلوي سارة المرأة هي رئيس البلدية نعم سلكنا خاطر قلت لي صحيح وشاش باخذت كهرباء ومتلوي ريت كهرباء حتى هي
خلينا نعطيكم الاخبار ما ندخلوش بعضنا. دونك حكيمه السحيمي رئيس بلديه المتلاوي تتنازل على الفلوس المخصصه باش تشري السياره الوظيفيه وتحولها لدعم ميزانيه البلديه. شنو رايكم في القرار هذا؟ كل شيء الاخبار هذه فكرني باش نبارك الرئيس بلديه صفاقس على الكهرباء اللي ب 300 مليون 120 مليون حتى ربع تصفيقه للسيد هذا والتصفيق الكل يمشي للمراه هذه محلاها. نحب نقول له حاجه اش باش نبيعها الكهرباء 200 مليون باللونج نتاع صفاقس كلهم مكسرين وحفر والقصاص ايوا مليون قدامي ب 100 ب 100 يمكن العام الجاي هو السنه ما يسوقهاش العام الجاي قد الكيس الكيسات في صفاقس وقد القصاص ما قلتوليش شنو قالكم في الاخبار اباغ التصفيقه اباغ الاخبار هي الياسر دايوغ العصر هذايا اندثر نتاع هذايا العصر نتاع عمر بن عبد العزيز اللي كل شيء يمشي البيت مال المسلمين وما خلى حتى شيء حتى لين ولا الراجل يرقد على حصيره وهو امير الامراء قال الاخر معناه باش تعرف الحاجات هذوما مش يلزمنا نحييهم يلزمنا نبداو نارخوا بهم نقولوا مشيت دخلت التونوف بعد بليلتين ملي رئيسة البلديه نتاع المتولي شريت فمتولي متلوي والله على ما شيء دخل بعضه يزيني عايشك من رئيس البلديه نتاع صفاقس تمشي قابله غدوه خلينا نتعديو للاخبار اللي من بعده سبوره كحله بالمكتب كما مريولك مكتب بالله برسمك سامحني يا اخي بالحق السبوره بالسي ولا بالصا ومش بخليك تحكي بالسي ولا بالصا هي السبوره نتاع المكتب بالسي بالسي شنو بالصا دونك غلطه بالسي لا سبوره لا سبوره اوكي دونك عندنا تو الانديس الثاني اللي هي المدرسه سبوره ومدرسه اللوم اش قالك انا لاف تلميذ تلميذ معلمين قربتو هو دون سو كونتكست معناها باش يكون في معلمين باش يكون في نو انا توا نعطيكم الاخبار من غير ما نخلو ضوء حسب وزير التربيه حاتم بن سالم انه ابارتيغ من العام الجاي اللغه الانجليزيه باش تتقرا في السنه الرابعه ابتدائي. شفت كيفاش تخلطت الامور ولات خاطر توا البريفاتيزاسيون نتاع ليزيكول بريمير والكل ما عادش تعرف وقتاش التلميذ يبدا يتكون في اللغات ويقرا فهمت توا انا ماشي في بالي من السنه الاولى انا ذولي نعرف شكون بروف الانجلي اللي هو مقديد احكينا على اكسبيريونس نتاعك في الانجلي مش هذايا مش هذايا اما انا ما تتصوروش قداش ما اني تونسي بطاقه تعريفي كيفكم وباسبوري كيفكم تونسي دونك نحس على بلادي وطالعه هكا شويه جلجل لي مقديد سهيلي ما يعجبو شيء بالعكس انا اذا كان فما حاجه حلوه يا ما بنو زدني منه أيوة. اما بربي وزير التربيه كيف النكايش وقداش البلاد ديزيكيليبري تحسها مره تغرق على اليمين مره تغرق على اليسار يا اخي احنا اولادنا اتقنوا العربيه باش نتعداو للانجليزيه اتقنوا الفرنسويه باش نتعداو للانجليزيه معناتها تحس ناس هكا مزروبين في دقيقه بنتي خريط في جلبانه يلا نوليو كيما امريكا ما تجيش يا ولدي قد روحك درجه درجه راي فرنسا العكري وما ادراك والبلدان العظيمه تقدمت طلعت درجه درجه حبوا لونجلي ديريكت صدقني انا توا اي تلميذ تجيبهولي نعمل له املاء بالعربية فيها ثلاثة أسرة لم يعمل لي 30 غلطة مقديد الانجلي هي اللغة الأولى في العالم دونك إلي نيسيسير وبالنسبة لينا صغير ديما يكبتي وهو صغير معاش الفرنسي كي تقرا وانت صغير تفهمه العربي زاد كيف كيف دونك هذاك علاش هذاك علاش أنا نشوف أنا بيرسونيلمون نشوف وقت اللي الانجلي يتقرا على بكري سي بوكو بلو ميو أنا كنت سيتيم أني دو باس نقرا في الانجلي ما نفهم حتى شيء هذاك علاش انا عجبتني مش كتبها بالاحمر كلمتك وي على بكري على بكري سي فغي على بكري سي فغي على بكري بشويه قاعدين نحيو في الفرنسي وقاعدين يدخلوا في الانجليزي خاطر ما عادش يعمل حتى فرنسي خاطر لانك فرونسيز هو انا وهي ذولي وني داكور لا لانك فرونسيز معناتها لغه حلوه اللغه الانجليزيه لغه العالم الانجليزيه لغه الاولى معناها اما الفرونسي كمان معناتها اما ديما مزروبين ديما مزروبين ما حبيتش تعطيني جمله باللونجلي قول هنا باللونجلي قول لنا الجمله ذي باللونجلي I haven't any idea especially to discuss with you discuss يا مقدير
مان بعد عسرتنا وين انت الانجلي نتاعك سبايدر مان فور لاست نايت انا فكره باهيه حلوه بالحق باهي نتعداو الخبر اللي من بعده لانديس الاولاني روما روما يا روما حرقه ذي حرقه شوما وما نرام روما كره قدم تاريخ لا مش تاريخ خوله سياحه جوك على روما مهاجرين مهاجرين روما حاجه هكا لا روما سياسه توريزم باهي نزيد نعطيكم لانديس الثاني اللي هو بيبي 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 نتصوروا قانون البيبيات في روما والا نسبة الموظفين في روما اللي عندهم بيبيات البيبيات نتاع روما اعطينا انديس ثالث نعطيكم الانديس الثالث قانون روما بيبي قانون سوما حاجه بالفيسبا بخاطر يطلعوا في روما معناتها قانون الولاده نو ما هي ما عندكش فكره لا هاني نغزر قانون روما وبيبي خليني اسمع خليني نعطيكم الاخبار الاخبار يقول انه الحكومه الايطاليه قررت في مشروع ميزانيه العام 2019 التنازل على قطعه ارض من الملكيه العامه لمده 20 عام لصالح العائلات بشرط انه يجيبوا الصغير الثالث هاي ما خدت تعرف علاش خاطر عندهم مشكله هما في تشبيب معناتها الشعب خاطر الشعب بدا يكبر كما في المانيا عندها نفس المشكله تخيلوا القرار هذا كان جا في تونس شنو جيب ثلاثه؟ جيبوا ثلاثه صغار يعطيكم قطعه يا بنتي كان جا في تونس بعد بدرش قد كل حد يجيب ثمانيه معاه شنو ينجم يصير زعما؟ شنو يصير هجوم كبير ياسر هجوم لا توفى الارض وتعطيو الارض روما يعطيونا من به كنا نحكيو على اللغات دونك باش نقعدوا في نفس الكونتكست حسب اخر تقرير للمنظمه الدوليه للفرنكوفونيه 52% من التوانسه يستعملوا اللغه الفرنسيه في حياتهم اليوميه باغ كونتخ في المغرب 34% الجزيريه اللغلا 32% دونك شنو رايكم في الحكايه هذيا معناها اكثر من شطار البوبولاسيون تونيزيان تحكي بالفرونسي في حياتهم. خاطر فما رقم هنا انت قلتوا رانيا غريب برشا. كيفاش الجزيريه قد من وقت اللي هما فرونسيزون على الاخر. هذا دون بار دوتر بار انا عندي ملحوظه صغيره باش ما نتكلمش برشا. في حكايه استعمال اللغه الفرنسويه. تفضل مرحبا بيك تكلم بالفرنسيه بساعة علاش تكلم فيها بالفرنسويه وقت اللي انا تونسي وعربي كيفك. كيبدا فما قاوريه مرحبا بيه ندخلوا فرنسويه دون بار ودوتر بار. برشا توانسة يتكلموا بالفرنسوية تكسر الكرايم. هكا نهاريكا واحد مسؤول كبير قال لي عملت لك انترفونسيون. انترفونسيون. شكون انترفونسيون؟ برشا برشا. وشاك مون. شاك مون. فما حاجات تقتل بالضحك. وتوليكا. او سي ديجا. سي ديجا عندها. وي. اي جوستومون هوني احنا نحكيو اسكو توانسة يحكيو بالصحيح. والنطق الغلط يقول لك ميزوك مثلا ولا ستري كتير. فيروس. فوالا اسافوار لا مشكلة كبيرة هذيك ابيتيد اعمق ياسر من هكا بون الرقم تاع الجزائر ماهوش صحيح باش نقول لك علاش على خاطر هما يتكلموا اكثر منا بالفرنسوية اما هما عندهم يتكلموا بالامازيغية علما انه في الجزائر تقريبا 40% امازيغ دونك هذاك اللي يطيح في الشيفر اما احنا المشكل اللي صاير في تونس وفي الجزائر كذلك ماهوش اللغه الفرنسويه ما يسمى لا كريوليزاسيون دو لا لونغ شنو هي الكريوليزاسيون هذه هو الخليط بين برشا لغات كيما مالطا باش تولي الحكايه دونك احنا من قبل عندنا كلمات بربريه وكلمات عربيه وكلمات لاتينيه وبطبيعه الحال كلمات انجليزيه كلمات انجليزيه وكلمات فرنسويه زيد عليهم هذوما الكل الجزمي اللي هو دخل تو حتى اللغه الدارجه نتاعنا اللغه الدارجه نتاعنا اللغه الدارجه نتاعنا اللغه الام اللي احنا تقول هي لهجه ماهيش لغه دارجه اي سميها لهجه ولا سميها لغه كيف ما يسمى اللغه الام لا لونغ مير هذيك ما نتعلموهاش احنا نتولدوا بها اللغه هذيك راهي باش تولي كلاسيكيه في تونس علاش على خاطر ولات طلعت لغه جديده نتاع الفازة والفصعة والفرخة والدزة والحومة كل هذاك الكل ومش سي بون ومش كونديسيون وكل الكل حتى استعمل اللغة يقول لك توا فهمتني فتا كفا فتا كفا فهمت كيفيه النبرة فهمت كيفيه توا عندك بار اكزومبل ناخذ انا مثال نتاع الفلوس قداش عندك انت مرادف نتاع كلمة فلوس في تونس عندك الدزة
وعندك المرشينة والبط وعندك الدنوس بحي. وعندك البق وعندك التصاور والعط والعط وقبل كان السوارد هذاك قبل اما هذا اللي خارج جديد اللي نحكي لك في الأرجوش وعندك البحين في صحيح تم 20 كلمة بالنسبة للفلوس إذن القضية ما هيش الإنجليزية ولا الواحد الجيل متاعنا احنا لاسيانات لاسيانات ليزونسيان يسموا لو يقولوا القديم ليزونسيان قرينا عربي وقرينا سوري وقرينا انجليز ويتقنوهم الثلاثة صحيت صحيح ما هي نورمالمون عندك ما تحكي فيه السوجي هذايا بالكدا اي انا نمشي من منظور هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الحاجه اللي كون تو اكي معناه لغه عايشك حاجه تزينك ولا تشينك معناه انا نعرف نتكلم انجليز وسوري وعربي وانت ايش تعرف فهمت معناتها ما نبداوش نتفلسفوا ويلزمنا خاطر نقراو العربي ولغتنا العربي وتنجم انت ما تنجحش في اللغه العربيه الفصحى على خاطر اللغه العربيه الفصحى سوني باس ان جو وكونترير عالم كبير وعميق ويلزمو فريمون مجهود انت وكان تقرا سطرين من المعلقات بوك بي معناه ما نحكيش العربية نقراوكم لونغ اترونجير تعلموا بالفرقة وبالعصا هاو السيد هاو السيد يقولوا حويجة بالعربية في نفس الإطار في نفس الإطار اللي هم نحكيو فيه خلينا نشوفوا باش ميكرو توت سويت باش يو 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 مرحبا بكم يا جماعة في حلقة جديدة من باش ميكرو سبيسيال جي سي سي اليوم هاي تابون Bonjour à toutes et à tous. Oui, en français, oui. Non, non, je peux pas en français. Un petit peu quand même. Je parle en arabe et j'exprime bien en arabe, tu sais. Et j'espère bien que mes idées, tout seul le compte. We say that you'll be working with Matt Damon and Brad Pitt. So, do you confirm this? Matt Damon, he don't like me. I know. Okay. I know he don't like me. And Brad, why is that, Chili? Why is that? Because I'm a big actor. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle à l'occasion des JCC? C'est un de mes premiers rôles que j'ai pris. Vous avez dans un festival comme JCC. Comme vous avez dit, c'est un film incroyable et je suis ravie d'être dans ce film. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre film, s'il vous plaît? Le film, je sais pas. Le film est, je sais pas. Film, tout le film est super. Le film, l'action, c'est l'amour, le n'importe quoi. دور تاريخي مهم جدا يعطيك صحة أكثر معناها توضيح برابر الدورة دي. حبيت الدور على الآخر. كلمة اللي فهم. نحب نقول لهم ديما دفعوني وديما حبوني وانا نحبكم الكل. ناتالي، est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans ce film extraordinaire? Mon rôle était un peu différent des rôles que j'ai fait avant. C'était un peu compliqué au début. Et puis voilà, avec toute l'équipe. توي حاجة جديدة المحليه أنه صار في مدينة الثقافة وذي يحتسب المهرجان لكن يحتسب المهرجان عشان جديد تقصد أنت العرب عندهم بدين تكريس تقصد جفل بلاد لوبيا يان كلهم كلهم تقصد حاجة جديدة مهرجان يحتسب المهرجان عشان جديد تقصد أنت العرب عندهم بدين تكريس تقصد جفل بلاد لوبيا يان كلهم كلهم تقصد حاجة جديدة مهرجان يحتسب المهرجان عشان جديد تقصد أنت العرب عندهم بدين تكريس تقصد جفل بلاد هذا كان مهدي باش ترزي تحية كبيرة لي كل مرة باش تطلع
من طلعات وبتشوفوه كل جمعه ان شاء الله. دونك اش قالك ماهي؟ والله شيء ندب والله هو حكي معاهم هو كوميتون معناها يلي ان اترونجي يحكي معاهم على فليمهم في الجي سي سي كل واحد واحد شيء معاه في الخط الاخر كان اوغ سوجي شادي العرفاوي عمل لي فان نتاعو كالعاده اكزاكتومون شادي العرفاوي يقعد كيف ما هو هنا ما يتلامش العبد كي يقول لك ما نعرفش ولا ما قريتش عمره ما يتلام لكن اللي يتعلق على نفسه ويستبند هاني تعلمت نتكلم كيف والله على قواته الغير عادية معناه أنا ماذا بيا اللي ما يعرفش يتحدث يقول ما نعرف مش لازم فوالا ايه عنده لغته يستعملها علاش فرنساوية ساعة حنين انت شقالك في الـ أنا اللي مسكين تقول ما نعرفش ميساج ما نعرفش أما اللي عاتب العادي يحب يتعلق قال لا فيلم هكذا ولا فيلم تولي كيب اي ما انت واحد يقعد يحكي بالتونسي خير حتى لغتنا حلوه ما انت مش لازم امير فوالا بور كو دون لا فيلم دون لو دون ميرسي فادو كوا مرحبا كارو عمل معنا انترفيو نورمال بارك Je trouve que Mané, c'est un peu décevant ce que je viens de voir. Mané, cette rubrique de Mahdi, elle est très sympa à vrai dire. Mais si tu nous attends. بالحق انا ميساج ضحكنا فدلكنا في البلاتو لعبنا عطيه الصحه ما نعرفش الناس اللي ما يعرفش يحكي فرونسي راه ماهوش عيب علاش هو نخدم في الدومين السينما وفي المسلسلات نهار كامل تورنا زاد ميساج ما تحكيش مشكل اتا رايو غلط ما يعرفش عيب ما يعرفش نقوم اليوم نضحكوا عليه ما نضحكش عليه ميساج فما حتى مشكله ضحكنا انا تفدلكنا ميساج اي حتى وكان تعلط وغلط كلنا زلنا نحكيو فرونسي باش ترضاو علينا وكنا نحكيو انجلي ليه توجعني تولي تعديت على ليه ما توجعكش هاني انا عندي من عائلتي ومن احبابي من ولاد حومتي اللي ما يعرفش يحكي معايا فرونسي من الفلسفه نتاعك اللي عملت هيك معناتها اليوم التونسي ما يحكي فرونسي نقوم نضحك عليه انا قال فينا من نفكك انا ما تحكيش ما فهمتنيش علاش يتعلم كل مره الاخرى وجيه والله 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 عندكم علاش تحلفوني وقت اللي طلع هو سفير ولا شنو يتكلم في فرنسا قدام الرئيس يا ميمتي منيت القاعدة تشق وتبلعني شنو هذا شنو هذا معناتها نحكيو على ناس في اعلى مراتب السلطه هذا السينما معناها اليوم تنجم تعمل سينما تنجم تعمل افلام لازم تفهم فرنسي تنجم ما تكون ما تحكيش فرنسي تعمل فيلم متميز وفيلم طياره وتشارك به وتربح به ومش لازم كان غلط فرنسي وفيلمو طياره شنو نعملوا مبروك عليه يعطي الصحه معناها نحكي لك على نضحكوا على الفرنسي كيفاش غلط اما راه ماهيش مشكله كبيره. حاجه في المواضيع هذوما تمشي تغسل ساقيك وترقد ثمانيه نتاع الليل. تغسل ساقي شنو ما انت تو في مخك ما يعرفش يحكي فرنسي. لا لا ما تقدرش تصفق تهز وتم زلتومه. لا لا معناها هي تو سامحني فسر لي قولي اي ولا لا معناها عندك انت اللي ما يعرفش يحكي فرنسي نضحكوا عليه. مش نضحكوا علاش توصل روحك للهدره هذيك ما تفهمش ما توصلش روحك انك تحكي. كيف ما نكلمك قلت لك اللي ما يعرفش يتكلم فرنسي ما يحشمش روحه يتكلم. توريتني انا ضحكت وتبيسخت عليه قلت لك شيء ندب شيء حزن مسكين كان جيد كي تخسر انت في كوان كيما غسل هو عمل فيلم مسكين كي تقول غلط كي تقول له فيلم ولا لو ميزون ما نقولش لا لا سمع عمرك ما غلطت انت في حياتك ما تغلطش بالفرنسي احنا ما نحكيوش حتى كان على الفرنسي حتى كان تعلط وغلط وين المشكل وتوا باش نمشيو الاهم مسار في تلفزنا تو سويت Et sous les charmes de cette vie désormais Je regarde sa taille et de guêpe et sa combine Ça y est mon cœur a succombé Je suis dans le club avec mes caméras mais Et sous les charmes de cette vie désormais Bishnav Diou باش نبداو باش نبداو توا باول فيديو كاميرا حسام نشوفوا عضوه من نداء تونس كيفاش حافظه النشيد الوطني تو تسويت حومه الحماه ماهوش بدله كمان تنسيقيه هذا النداء حومه الحماه سا
سيلفي خير سيلفي خير. انا اللي عجبني انا اللي عجبني الرياكسيون تاعها سي با هكا صحيح. انا عجبني رجال السيماتي السيماتي رجال السيماتي. انا مسلك ما قلتش نموت ونموت ويحيى البشكوت ودي جام سلكنا برشا يرحم والديه. حفظك الكلمتين عرفت عملت كيما كتبت تسمع غنايه تغني كم في الاخر. بالحق اسكو تشوفوها حاجه نورمال معناها مواطن تونسي مش حافظ النشيد الوطني التونسي؟ بالحق سي تري تري غراف. حاجه تاسف حاجه صارت ديغنييغمون ما زلت كي عندها نهارين ويظهر لي فيها معناها تعاملت على شيء هذايا والا نظره استشرافيه معناها الفرقه النحاسيه اللي تابعه وزاره الدفاع تنقلوا وحدات منهم ومشاو لرياض الاطفال للروضه والفيديو قاعده تدور توا على الفيسبوك تلقاوها. مشاو يعلموهم في الوقفه ساعه فما وقفه معينه وفما الاحساس يعلموا فيهم كيفاش يحطوا يديهم ويعلموا فيهم فك الموسيقى الاولانيه هذيك كي نتاع الاستقبال رئيس ولا شخصيات معناها سياسيه في مرتبه عاليه ويعلموا فيهم كيفاش يقفوا للنشيد الوطني وكيفاش لا كونسونتراسيون وكل شيء. يظهر لي المراه هذه عمرها ما تعلمتها الحكايه هذه ونون سولمون هي مسكينه هكاك اللي داخله بعضها تصور. اي اللي نورمالمون في النشيد الوطني زادت اصحابها معناتها اللي زاب بيرتوربي. سي طاهر اش قالك انه التونسي ما يعرفش النشيد الوطني ماهوش حافظه؟ اش قالك في الفيديو ديجا؟ برانسيب هذوما الحكايات هذوما يحطوا تحتهم نو كومنت. هذوما تقولش عليهم نعرف انا قبلت ما تحيه العلم كل يوم في المدرسه وكنا حفظنا الشيء هذايا من القديم للجديد. نتعداو لباتريك برويال يحكي على سيدي بوسعيد في فرانس 2. توت سويت نشوفوا الفيديو. لو كافي دي ديليس. Au départ, il s'appelait le Café Sidi Chaban. Oui. Et quand Paul Boujna a réalisé le clip du Café des Délices, il a... À côté de Tunis. On était dans ce Café Sidi Chaban. Et quand on est parti, eux, tranquillement, ils ont mis une petite pancarte. Café des Délices. Et je connais cet endroit. Et ils avaient raison. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en 65, j'étais reporter sportif. J'ai commenté les Jeux Méditerranéens là-bas. Et j'ai habité Sidi Boussaïd pendant trois mois, à côté de l'hôtel Amilcar. Et je croisais M. Bourguiba. Dans la ville, la Marsa était juste à côté. La Marsa, oui. Et le Café des Délices, je salue tous les Tunisiens qui nous regardent ce soir. Tous les Tunisiens, toute la Tunisie, oui. Ce pays merveilleux. Magnifique. Ce pays merveilleux où il faut aller en Tunisie. Il faut aller en Tunisie. C'est un des pays les plus beaux au monde. C'est un des pays où vous êtes le mieux accueilli pour le tourisme. Allez, continue. برشا تونس والغنيه حافظه حنين الاغنيه نتاع باتريك فرويل لي سوفونير اللي هي اقوى اغنيه خدمت عنده معناتها اكثر حبيبي حبيبي لو ما حطينا الاغنيه كان ما عندك يا ليل يا ليل يا ليل حبيبي يا ليل يا ليل يا ليل حبيبي يا ليل عضوه ان شاء الله ان شاء الله صح معناها باتريك صحاب جنويه باتريك حتى انت كنت تفرج فينا باتريك كوكو بالحق معناها الجسم نتاعو طايره برشا كيفاش ابارتير من الغنايه اللي عندها برشا مازال يشجع السياحه في تونس حتى بلتي كيف هبط غنايه شجع السياحه في تونس كي هبط غنايته زعما نحرق ولا لا لا كيف دونك برسمي جيست انا حتى كنت تفرج فيها على الانترنت عجبتني على الاخر وبالحق فيزيتي لا تونيزي كانت تفرجوا فينا من برا بون يزي ما حكينا على الموضوع هذايا اقعدوا معنا كالعاده باش نرجعوا لكم بعد البوب. اشرب اشرب يا